كان عندي سؤال ديال الوليد اللي عنده 9 سنوات اللي عنده فقر الدم اشنو وما كياكل شيء؟ عنده 3 كيسان ديال اللبن بلديين، واحد من بعد الفطر، واحد من بعد الغداء، واحد من بعد العشاء. نعم. هادو اساسيين، هادو باذن الله تيمحيو فقر الدم من الجسم. ثانيا زعلتك تنجنجل النافع بحال اللي هضرنا مع سيلا وزويته وتميرات والعصير، الله يعطيك الصحه، مع فطور. باش نذكروا دونك 100 غرام ديال زريعة الكتان، 100 غرام ديال الزنجلان، 100 غرام ديال النافع، و200 غرام ديال الشعير. جميل، مكرمل مطحون. تناخذوه مع التميرات، مع كاس عصير الليمون او كاس ديال الحليب سخون مع شويه عسيله، متفقين؟ ناخذوه مع الفطور ومع العشاء الصباح. والغدا طويج شي حاجه تكون خفيفه ظريفه للوليد، كيما طاجين الحوت والعصائر، والعشيه كذلك. نورمالمون هذا الاسلوب هذا عطى نتائج، والا ماء عسل الحبوب لقاح، معلقة صغيرة ديال الحبوب لقاح، كاس كبير ديال الماء، معلقة ديال العسل، تعد مرات في النهار. ونحاولوا نشوفوا الوليد نعطيه 50 درهم ياخذ كاس الأول، 50 درهم كاس الثاني. وحنا لا خاصو يمشي بالصحة ديالو، دونك خاصو ضروري تما باش على الأقل كاين اللي واعي، كاين اللي خاصو شوية ديال التحكيم. وليد صغيور يمشي معاه باللينا، غير 5 درهم، يلاه 5 درهم يمشي معاه بالخاطر، وليداتك يمشيو بالخاطر.